أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن ارتفاع نسبة الحجوزات في مشروع سهيل الإسكاني الذي يمثل باكورة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية إلى 63%. جاء ذلك وفقا لإحصائيات اليوم الرابع لمعرض التمويلات الإسكانية الذي يستمر حتى 24 يونيو الجاري. وأشارت الوزارة أن جناح مشروع سهيل بمعرض التمويلات الإسكانية يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، مؤكدة أن نسبة الإقبال على حجوزات مشروع سهيل يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير البرامج التي تكفل توفير خدمات فورية للمواطنين، مفيدة في هذا الشأن بأن إجمالي عدد الحضور حتى نهاية اليوم الرابع للمعرض قد بلغ أكثر من 10,000 مواطن. وأوضحت الوزارة أن المرحلة التي تتبع حجز المشروع هي قيام المواطن بإتمام إجراءات الاستفادة من تمويل أحد برامج تسهيل أو مزايا الفئة المستحدثة، ومن ثم إتمام الإجراءات التعاقدية والاستلام الفوري للوحدة السكنية. كما أكدت الوزارة أيضا بأن المؤشرات الإيجابية لحجوزات مشروع سهيل تمهد للتوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج، وأن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024. مفيدة في هذا الشأن إلى أن إجمالي عدد الحضور حتى نهاية اليوم الرابع للمعرض قد بلغ أكثر من 10,000 مواطن.